السلام عليكم. طبعا يوميا تشوف الواتساب انستغرام كل مكان، كل واحد يعود الفيديو مر التلفون ويصور، ما عندنا مشكلة. اللي يبي يضحك، اللي يفتي في الاقتصاد، اللي يفتي في السياسة، بعد قلنا ما عليه مشي الأمور. أما الموضوع يتطور والشخص يتجرأ أن يتكلم على جلالة الملك، لا لا لا، إلا ذي الشيء هاي غير مقبول منا كشعب، هاي أبونا. وحتى من الجهات المختصة أتشوار متهاونين، لا تفتحون باب يا جماعة. أكرر حق الكل، للأشخاص وللجهات المعنية أو المختصة، لا تفتحون باب، ترى إذا تهاونتوا وياهم هم بعد يتهاونون وين في الكلام. الذي شيء الذي شيء، احنا ناس متربين ومتعودين على أشياء، أمور، أخلاقيات وعادات معينة، ما نتعدى ذي الأمور. احنا المدرس ما كنا نتجرأ نتكلم عنه. أنت في البيت إذا بديت يعني تتهاون وترفع صوتك على أبوك، خلاص يعني هاي صار شنو؟ إفراط في التربية، في أمور كثيرة. فلا تحد يعني تفتحون باب يا جماعة، وهالأشياء مثل الأم وتجاهل ذي الأمور خطوات يعني سلبية وكبيرة. الكلام للكل إلا جلالة الملك، هاي مو بنفاق، احنا تربينا كذي عمرنا واحنا صغار، ما تجرأنا ان واحد يغلط على ديرته او على ولي امره. ليش؟ ان ابهاتنا يعني ربونا. اما يطلعون هالاشخاص لعمارهم 50 و60 ابهات، طبعا ايش تبون الجيل يتعلم اذا هذيلة قدوة؟ انت قبل ما تنتقد انظر لنفسك ايش قاعد تقول. باب جلالة الملك ابونا مفتوح. اذا واحد يقول ديمقراطية مو معناته ان احنا نتجاهل ونبتدي نتكلم ذي الاسلوب، لا لا، الاسلوب غير راقي ولا حضاري. وذي الاسلوب وذي الباب يفتح لنا ابواب احنا مو بقالها ترى. اكرر الا جلالة الملك. فاتمنى بعد من الجهات المختصة لا يتهاونون في ذي الامور، لا يتهاونون في ذي الامور الا ذي الشيء. والله يحفظنا جميعا ويحفظ وطننا ويحفظ اولياء امورنا.